هذه مده طويله وحنا كنعانيو من هذا المشكل من نهار اللي سكننا في بريستيجيا، وحنا كنعانيو من هذه الروائح اللي كتضر. وكاينين الناس اللي الان اصبحوا ما كانش عندهم حساسيه، ولات عندهم حساسيه بسبب ديال هذه الريحه اللي كيشموها اليوم وغدا وبعده الى اخره، مع الايام توصلوا الى هذا المرض. والحساسيه من الامراض اللي كتصيب اللي كتقدر تاثر على الناس، سواء كانوا صغار او لا او كبار. كاين الكبار اللي مرضوا بالحساسيه، وكاين الصغار ايضا اللي مرضوا بالحساسيه. وهذا الشيء اللي هو غير مغ. احنا جينا باش نسكنوا في مدينه خضراء، نسكنوا في الهواء النقي، نسكنوا في واحد البلاصه اللي زوينه، ولكن الان تنتفاجئوا بهذه الروائح اللي جاتنا، واللي لا شك ان المسؤولين عارفين هذه الشهاده، وما ما فهمناش علاش انهم سمحوا باش يعطيو الرخص لهذوك الناس يبنيو، وباش نشريو حنا بالاسمنه البايضه في ديك في هذه المنطقه هذه، وما يديروا لنا حتى شي حل. خاص يكون واحد الحل، لان جميع الدول المتقدمه اللي كتبغي الناس يعيشوا في الرفاهيه ديالهم، اللي كتبغي الناس يعيشوا صحاح، كدير لهم الحلول. وهذا الشيء تنشوفوا في الدول الاوروبيه مثل فرنسا مثل المانيا، اللي عندهم المطارح ديالهم عباره عن ما يمكنش نقولوا مطرح، ما تدوش من حدا ما تقوم ما تشم لا ريحه ولا حتى شي حاجه، يعني معمل، فهي معامل ومعامل اللي كدر الارباح على اصحابها. حنا عندنا مطرح اللي كيمرضنا حنا، ويمرض السكينه، ويمرض اللي من الجوار. والمشكل الخطير هو ان هذيك داك السائل هو من اللي كيدخل لنا فرياتيك، من اللي هذيك لنا فرياتيك ديك المياه الجوفيه غادي يوصل لهذاك السائل. ف غير الله يخلف، غير الله يخلف بالنسبه للاجيال، لا على حنا ولا بالنسبه للاجيال اللي غادي تجي من بعد، فكلهم غادي يكونوا مهددين. الماء تلوث، وكي غادي نديروا لهذاك الماء اللي غادي يتلوث بداك 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 بديك العصاره، هذيك العصاره ملي غادي تلوث لنا المياه الجوفيه، كيفاش غادي شنو هو الحل اللي غادي نلقاوها، واللي غادي نلقاو ديك الساعه غادي نولي في مشاكل اكبر من هذه المشاكل اللي حنا تنعيشوها الان. اذا من هنا فانا كنطلب وطالب السلطات المحليه باش توقف، وباش توقف هاد النزيف، وباش توقف لنا هاد المشكل وترفع علينا هاد الضرر. فهذا ضرر كبير اللي صايبنا، كيصيبنا حنا وكيصيب الاطفال ديالنا، وغادي يصيب حتى المستقبل، وبالاكثر من هذا باش يصيب حتى النباتات، النبات والحيوان حتى هو غادي يتاثر بهذا المشكل اللي حنا كنعانيو منه، اللي كنعانيو منه اليوم السكينه في القرن في 2023. وهذا لا يعقل ان باش نكونوا حنا في هذه المرحله هذه اللي فيها التكنولوجيا واللي فيها التقدم واللي فيها كذا، ونكونوا مازال حنا كنعيشوا في المرحله السابقه ديال المرحله ديال الستينات او قبل من الستينات، اللي كانت المياه العادمه وهاد العصارات كانت كتمشي هكذا عشوائيا وكتاثر على عباد الله. إذن تنطلبوا باش يترفع علينا هذا الضرر، لأنه ضرر خطير، فهو خطير علينا حنا، خطير على الوليدات، خطير على الأجيال اللي كاينين الآن، وعلى الأجيال اللي غادي تجي في المستقبل.